الساعة الف كيمية، انا كده برني منها. ده صوت الجرس والميكروفون في مكان مفتوح. الو، ايوه سامعني كويس؟ الصوت واضح تمام. دي تجربة للساعة الاف كيمية من مكان مفتوح، والرد على المكالمة والسبيكر، والصوت واضح. اهلا بكم على موقع اوكازيون. النهاردة معانا الساعة الجديدة FK100، ساعة جديدة وحصرية على موقع اوكازيون.com. رابط الشراء اسفل الفيديو تحت في التعليقات. قبل ما نبدأ الفيديو، لايك سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. طبعا اللون اللي معانا النهاردة اللون المميز، وهو الاسود، اللون الاسود من الساعة FK100. نفتح مع بعض البوكس ونشوف محتوياته على الطبيعة. اول ما بنفتح البوكس بنلاقي اسم الساعة FK100 سمارت ووتش. طبعا باكينج شكله محترم، وبيقول لك قد ايه هي ساعه كويسه. اول ما بنفتح بنلاقي كتاب التعليمات، وبنلاقي شروحات توضيحيه او شرح توضيحي للتفاصيل الخاصه بالساعه، وبنلاقي الساعه نفسها والاستيك. هنشوف شكلها مع الطبيعه. اخر حاجه بنلاقيها الشاحن. يبقى كده سريعا المحتويات، الصور والساعة والشاحن الوايرلس والكتالوج او كتاب التعليمات. اول حاجة نتكلم عنها وهي الاستراب او السوار بتاعها. الماتيريال طبعا محترمة، وبيجي بماس 44، وده بيناسب عليه اغلب السوارات الموجودة في السوق. طبعا في اشكال تانية غير الرابر الاسود دوت، موجود على موقع اوكازيون.com او اي مكان تاني تقدر تشتريها من خلال. تاني حاجة هنتكلم عنها واللي بتميز الساعة دي، وهي الشاحن الوايرلس او الماجنتيك. طبعا ما فيهوش اي بنات هنا زي ما احنا عارفين في الشواحن التانية اللي هي الماجناتيك، ولكن ده شاحن وايرلس. الكابل بتاعه USB، وزي ما احنا شايفين كده تقدر تستخدمه بحرية، مش سلك قصير. USB ده بنوصله في شاحن 1 امبير او لابتوب او كمبيوتر، ولو باور بانك برضو يكون بيخرج 1 امبير زي ما احنا بننبه في كل الفيديوهات. ودي طريقة الشحن الثابتة لاي منتج الكتروني، سواء ساعة او ايربود او اي حاجة الكترونية بتشحنها في شاحن 1 امبير. ده بالنسبة لجزئية الشاحن. والكتالوج اللي بيبقى فيه المانيوال، وكمان فيه كيو ار كود بتاع البرنامج اللي بتعمل له سكان وبتنزله على الموبايل سواء اندرويد او ايفون. واخيرا واخر حاجه واهم حاجه، وهي الساعه نفسها. شكل الساعه على الطبيعه محترم جدا. ماتيريال هنا معدن، وهنا بالمناسبه بنلاقي في الجنب ده سماعه واحده ولكن صوتها عالي، وهنجربه دلوقتي مع بعض. و الجانب التاني بنلاقي الزرار طبعا اللي فيه الجزء الاحمر ده، شكله شيك جدا. وهنا بالمناسبه الزرار ده شغال معاك كبكره وشغال كل حاجه. وهنا مكان المايك، وهنا زرار تاني وده شغال في الساعه دي. وطبعا مقاس الاستيك او السوار زي ما قلنا 44. بنلاحظ في الظهر مفيش البنات النحاسيه اللي موجوده في اغلب الساعات، لان الشاحن زي ما قلنا وايرلس، مفيش بنات، مجرد ان انت بتوصل الشاحن كده. وطبعا الشاحن ماجنتيك. طبعا اول حاجه بنلاحظها الحواف صغيره جدا في الشاشه دي. هنشغل الساعه، والتشغيل مش عن طريق الزرار ده، عن طريق الزرار الجانبي التاني، ضغطه مطوله عليه الساعه هتشتغل معانا. طبعا الالوان بتاعتها، ودي اول ميزه فيها، الوانها جميله جدا، والخلفيات متحركه في كذا خلفيه. وبما اننا بنتكلم على الشاشه والخلفيات، الساعه فيها 11 خلفيه. طبعا عن طريق برنامج تقدر تضيف الخلفيه اللي انت عايزها بصورتك من الموبايل. طبعا فيها خلفيات متحركه زي ما حضراتكم شايفين كده، دي مش خلفيه واحده، هي مجموعه صور ورا بعض. وهعرض لكم دلوقتي شكل الخلفيات. الزرار في الجنب ده شغال، مجرد انا بلف كده بغير خلفيات، او اقدر ان انا اضغط ضغطه طويله كده واغير في الخلفيات زي ما انا عايز حسب الخلفيه اللي انا عايزها. الخلفيه دي جميله جدا، وفي دي برضو دي خلفيه تانية غيرها. القائمه الداخليه من زرار في الجنب ده كده، وطبعا شكلها جميل جدا ومليانه اوبشن هنتكلم عليها بالتفصيل. تقدر طبعا عن طريق الزرار في الجنب ده تصغر او تكبر الايقونات، وده البقره دي شغاله، ودي تتميز في اغلب الساعات كويسه. ودي كده تاني ميزه. تالت ميزه بتميز الساعه بتاعتنا، ان فيها لغة عربية. الساعة بتقرأ عربي، وعربي واضح وسليم كده زي ما واضح قدام حضراتكم.
دي الضبط او الاعدادات. وبما اننا بنتكلم عن شكل القائمه الداخلي فالساعه دي بتبقى فيها اكتر من شكل للقائمه عن طريق ان انا بجيب الستاره كده وفيها 6 اشكال للقائمه واسلوب الذكي ده اللي هو شكل ابل وده الشكل اللي هو معروض دلوقتي. طبعا زي ما شفنا شكل القايمه من جوه وفضلنا الشكل اللي هو شبه ساعه ابل ده، فانا بالذات ده بفضله. ولكن هنا في ميزه كويسه في الساعه دي وجديده ان انت ممكن تغير الخلفيه السوداء اللي ورا دي في 3 موضوعات. في مثلا الموضوع الاول ده اللي هي الشاشه السوداء زي ما حضراتكم شايفين كده، او 2 اللي هي بتبقى فيه زي خلفيه اهي بان كده اكتر ماشي من الشكل ده كده، وممكن نختار الشكل الثالث اللي هي الشكل ده برده ده كده. الساعة طبعا فيها العديد من الوظائف، يعني تقدر تتصل منها، تقدر تستقبل مكالماتك وترد عليها، بتجيلك منها اشعارات الفيسبوك الواتساب تويتر وانستجرام، بتجيلك كل الاشعارات عليها. طبعا الساعة فيها حاجات عشان تطمن على صحتك، وفيها برضو اوبشن رياضي لو انت من محبين الرياضة زي مثلا نبدأ بيه زي الجري، ونستعرض بقية الحاجات كده سريعا الرياضية. دي كده كل الحاجات الرياضية اللي موجودة سريعا. اول الحاجات اللي بتهتم بالصحة وهي قياس درجة الحرارة بالياه، الساعة دي موجودة وبيبدأ القياس طبعا والسنسور بيكون شغال وبيقيس لك درجة الحرارة. قياس ضغط الدم طبعا بيبدأ يشتغل تلقائي اول ما بندخل عليه والسنسور بيشتغل وبيديك قياسات. ضربات القلب طبعا زي رسم للقلب برضه بيبتدي يشتغل والسنسور بيشتغل برضه. طبعا فيها التذكير بشرب المياه، طبعا دي ميزة ما بتبقاش موجودة في اغلب الساعات، احتساب ساعات النوم العميق. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي لما بتربط الساعة بالبرنامج بتتسجل عندك على البرنامج، تقدر ترجعها يوميا على البرنامج وتعرف كل يوم معدل انت مشيت قد ايه، اللي هي مثلا الحاجات الرياضية، جريت قد ايه، نبضات القلب، ضغط الدم، ودرجة الحرارة، وتسكير بشرب المياه، كل الكلام ده بيبقى متسجل على الموبايل. نيجي بقى للاوبشن التانية اللي هي موجودة في الساعة مثلا زي النتيجة، والنتيجة طبعا بتبقى جايبه لك مش اليوم بس، بتبقى جايبه الشهر كله او السنه كلها. الساعه فيها منبه، تقدر تظبط المنبه على الساعه نفسها والساعه نفسها هي اللي ترن مش التليفون. فيها اله حاسبه تقدر تحسب عليها اي حاجه. طبعا تغير نوع الساعه يعني تخليها تزامن، وممكن تظبطها يدوي. الناس اللي بتحب ال 12 ساعه وال 24 ساعه فيها التنسيق بتاع ال 12 ساعه وال 24 ساعه داخل الوقت الايقونه ديت. وحاجه طبعا جميله وبتميز الساعه دي وهي الجيمز. الساعة فيها 4 ألعاب. حبيت ترجع للقائمة اللي قبلها تضغط برضه تاني على الزرار. طبعا الساعة فيها الطقس ولكن لازم تكون رابطه بالموبايل. وايه بقى الاوبشن اللي هيظهر معانا زي الاتصال والرسايل وكل الاوبشن اللي احنا محتاجين نكملها؟ طبعا احنا حاجات تقدر تستخدمها من غير ما تكون رابط الساعة بالموبايل زي الآلة الحاسبة، الالعاب، الحاجات الرياضية، الحاجات الصحية، والحاجات بقى اللي هي الاتصال واظهار الرسايل واشعارات الواتساب والفيسبوك وتويتر والكلام ده كله، تقدر تتصل من الساعة بدل الموبايل. كل الكلام ده لازم تكون رابطها بالموبايل. هنعرف ازاي نربط الساعة بالموبايل، تعال نشوف مع بعض. طبعا عشان انزل الابلكيشن اللي بيربط الساعه بالموبايل في طريقتين، الكتالوج هلاقي فيه كيو ار كود هعمل له سكان، او يو ار كود كده اهي واضحه اللي هي الخضره دي وبعمل لها سكان. البرنامج ينفع ينزل للابل او الايفون وللاندرويد طبعا، ومتوفر على جوجل بلاي، تقدر تعمل له داونلود. وده اسم البرنامج، هنعمل له تثبيت على الموبايل. واجهة البرنامج، وطبعا بيطلب مننا صلاحيات. ده طبعا على اسم البرنامج. وبيجي لك ديت طبعا اللي هي انيبل نوتيفيكيشن الاشعارات. لازم اختار اسم البرنامج برضو واعمل له اظهار بالشكل ده كده.
وبستنى طبعا. بيجي لك بعد اظهار فوق التطبيقات الشاشه ديت، هقول لك تختار منها ايه بالظبط. هتدخل على الخدمات اللي تم تنزيلها وتختار الكيو دي فيت وتعمل له امكانيه الوصول تمام، عشان خاطر يجي لك كل الاشعارات لازم تعمل التكه ديت، ما حدش يقول لك عليها، او هي دي ممكن تكون سبب ان انت مثلا ما يجيلكش اشعارات الواتساب او الفيسبوك والكلام ده. وهي بتعلم كده، اوكي خلاص كده اتاكدت انها اتعلمت. هنا برجع تاني كده، دي واجهه البرنامج. اول حاجه بنلاقيها في واجهه البرنامج ايه؟ الصفحه الرئيسيه، وزي ما قلنا بيبقى فيها خطوات اليوم وكل الحاجات الرياضيه اللي احنا. وهنلاقي هنا حاجه اسمها معدات، ديت نموذج ربط الساعه بالجهاز، وطبعا الخاص بيه ده التفاصيل زي ما قلنا، الاهداف بتاعتك بتاعت اليوم، حاجات اللي هي الرياضيه. ولكن احنا دلوقتي عشان نربط الساعه بالموبايل بعد ما شغلنا البرنامج، هنيجي على الساعه نفسها، ندخل على القايمه على الاعدادات وبنشغل البلوتوث. بعد كده بشغل البلوتوث في الموبايل واللوكيشن الاثنين دول، اتاكد ان هم شغالين. وبعد كده بلاقي هنا ظاهر لي قم بتوصيل الجهاز، اضغط عليها كده هيبتدي يعمل بحث عن الجهاز. وزي ما قلت لك هو قايل لك هنا اهو اتاكد ان البلوتوث شغال عشان خاطر يلاقي الساعه. البلوتوث طبعا بتاع الموبايل وبتاع الساعه زي ما احنا شغلناه من الساعه نفسها. خلاص كده هو البحث انتهى ولقى الساعه الاف كي 100. طب انا لو معايا ساعتين وعايز اعرف الساعه بتاعتي انهي واحده فيهم، شايف الرمز ده؟ ده اسمه الماك ادرس. بعرفه ازاي؟ الساعه بدخل على الاعدادات وبدخل على حاجه اسمها معلومات اخر حاجه، وطبعا بلاقي ماك ادرس اللي هو ال اي ادرس، ده اللي هو اي 354 اخره اي 1 برضه، هو ده الماك ادرس. والمناسبه من اننا دخلنا على معلومات الساعه، فالساعه تاريخ اصدارها 24/4/2021، يعني ساعه اصدار جديد، واسم الساعه اف كيم بالظبط هو هنا اي 3 واخره اي 1، يبقى هي دي الساعه بتاعتي. هضغط عليها كده كده خلاص هي عملت كونكت، ودي اول مرحله في ان انا اوصل الساعه بالموبايل. وكده انا وصلت الساعه بالموبايل عشان اربط الابلكيشن واقدر ان انا يجي لي اشعارات على الفيسبوك وواتساب وتويتر والرسائل العاديه تظهر لي على الساعه، وكمان بيانات اللي هي الحاجات الرياضيه زي ما احنا قلنا. وكده خلاص هي عملت كونكت. لو دخلنا على معدات هنلاقي الساعه معمول لها كونكت. دي اول مرحله في الربط. تاني مرحله تبقى عن طريق الساعه نفسها، بدخل على علامه البلوتوث دي واعمل تحقيق جهاز. هيعمل بحث عن الاجهزه، طبعا انا ببحث على تليفوني او موبايلي عشان اعمل له كونكت مع الساعه عن طريق البلوتوث. يبقى انا كده بعمل اتصال للساعه عن طريق مرحلتين، اول حاجه البرنامج، تاني حاجه البلوتوث. طبعا هنا هو ظهر لي الموبايل بتاعي، هضغط عليه بس اعمل له كونكت، فهيقول لي جاري المزج، بيطلب مني على الموبايل فعلا ان انا هربط الساعه بالموبايل عن طريق البلوتوث. فبقول له خلاص كده اقتران، وبستنى هنا العمليه تتم على الساعه. خلاص كده عمل كونكت، لقيت العلامه اللي في الجنب دي كده، خلاص كده عمل كونكت. وكمان هلاقي في الموبايل نفسه فعلا على البلوتوث عامل كونكت. وزي ما احنا عارفين بنيجي عند العلامه اللي جنب البلوتوث دي، بنضغط عليها كده وبنعمل مشاكل جهات الاتصال عشان خاطر الاسامي اللي على تليفوني تظهر على الساعه. وبتاكد طبعا مكالمات الهاتف متفعله كده عشان خاطر لما حد يرن عليا الموبايل يرن على الساعه. والوسائط نفس الكلام، كل الكلام ده لازم يكون متفعل معايا. بجيبه منين تاني؟ بدخل بعد على البلوتوث عادي، والاقي ان هي عامله كونكت بالازرق فعلا كده ومتصل. بدخل على علامه الاي هنا او السهم ده حسب شكل كل تليفون، وبفعل جهات الاتصال زي ما احنا شفنا بالظبط. طبعا بعد ما ربطنا الساعه بالموبايل عن طريق الخطوات اللي احنا نفذناها دلوقتي دي، عايز اقول لك ان الخطوات دي بتتعمل مره واحده بس، يعني مش كل ما تيجي تستخدم الساعه هتعمل نفس الخطوات، لا هي مره واحده فقط اللي احنا بنربطها اول مره اول ما بنشتري الساعه. بعد كده الساعه فصلت منك شحن، حطيتها على الشاحن، شغلتها من اول وجديد، مش محتاج تعيد نفس الخطوات دي تاني، هي بتتعمل مره واحده فقط. وطبعا بنرجع تاني للبرنامج عشان نفعل الاشعارات، بنلاقي حاجه اسمها دفع الاخبار، بتبقى موجوده في قائمه معدات تحت مش الصفحه الرئيسيه، وبندخل على دفع الاخبار. هيظهر لنا كل الابلكيشن اللي انت عايز تخليها تظهر لك اشعاراتها على الموبايل، عايز تعلم عليهم كلهم، الواتساب الفيسبوك كله لازم يكون متعلم عليه بالازرق، ما يكونش لونه مثلا رمادي بالشكل ده كده، ما يكونش لونه كده، لازم يبقى ازرق. لو ازرق يبقى كده هيجي لك اشعاراته على الساعه. خلاص كده بنتاكد، طبعا هي ساعات بتبقى معموله تلقائي ولكن احنا بناكد عليها. طبعا هنا في البرنامج هشرح لك قائمه تذكير مستقر دوت برضو اللي هي الحاجات الصحيه اللي احنا اتكلمنا عنها، وبرضو موجوده في الساعه ولكن ممكن تعملها من الموبايل، واعدادات المنبه اللي في الساعه اللي احنا لسه قايلين عليه برضو من مميزات الساعه. كشف معدل ضربات القلب، ودي برضو بتظبط ان هو يعمل لك ضربات القلب كل فتره قد ايه، يعني مثلا هنا كل 60 دقيقه وتعمل لها حفظ، هيسجل لك كل فتره ضربات القلب بتاعتك ويسجلها على الساعه. البحث عن الصور، لو انا ضغطت عليه هنا كده مثلا عشان ادور على الساعه، وخلاص كده لقيت الساعه. ومشاهده دفع الوجه دي اللي هي تغيير الخلفيات، هو هنا اقدر احط اي خلفيه من الابلكيشن على الساعه
وطبعا ممكن في نفس اللي هي الخلفيات دي اغير الساعة المخصصة، احط الصورة اللي انا عايزها، اضغط على حدد الخلفية بتاعت الطلب، واختار طبعا خلفية من المعرض، او اصور صورة واحطها على الساعة على طول. يعني ينفع احط خلفية من البرنامج على الساعة مباشرة. واخر حاجة تسكير بشرب الماء برضو موجودة على الساعة نفسها، وممكن تظبطها من الابليكيشن نفسه، يعني الاسهل لي ده كده. الابليكيشن بيتهيألي سهل جدا، 3 وجهات. اول وجهة وهي الصفحة الرئيسية فيها اخبار كده او اختصارات لي، زي ما قلنا درجة حرارة الجسم، ضربات القلب، ضغط الدم، احتساب ساعات النوم العميق، مشيت كام كيلو متر، وحرقت كام سعر حراري، كل الحاجات الرياضية. وهنا معدات دي اللي انا بعمل منها الاشعارات ومغير منها الخلفية، دي ابرز الحاجات اللي فيها وانا شرحتها دلوقتي بالتفصيل الخاص بالاهداف بتاعتك وهكذا، وتفصيل خاصة بيك بتكتب فيها وزنك والحاجات اللي هي تبع الحاجات الرياضية دي. فدي كده واجهة البرنامج. كده تقريبا كل المميزات بتاعت الساعة هتشتغل معايا بنسبة 100%. يعني لو جبت الساعة كده وحبيت ان انا اتصل منها بدل الموبايل، هدخل وهجيب برنامج الاتصال، اتصل طبعا من الساعة، اكتب الرقم مثلا اللي هطلب منه الساعة 0106123339، ده رقم موقع خدمة عملاء اوكازيون ومش رقم المراجع اللي هو انا اللي براجع ليه موقع اوكازيون، تطلب منه الساعة. ولو اتصلت هنا كده هيتصل على طول من الموبايل زي ما حضراتكم شايفين كده، ده كده صوت الجرس لو انا بتصل بحد. طبعا صوت المايك عالي، ده طبعا صوت الجرس لما حد بيرن عالي جدا. هنرد كده طبعا. الو، ايوه سامعني كويس؟ اه سامعك كويس. انا بكلمك دلوقتي من الساعه الاف كي 100، بنجربها الموقع اوكازيون دوت كوم. ماشي شكرا. الساعه الاف كي 100 انا كده برن منها، ده صوت الجرس والميكروفون في مكان مفتوح، وهنجرب دلوقتي نرد على المكالمه. الو، ايوه سامعني كويس؟ اه الصوت واضح تمام. دي تجربه للساعه الاف كي 100 من مكان مفتوح، والرد على المكالمه والسبيكر، والصوت واضح زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقيه المميزات اللي ما اتكلمناش عنها لسه، وهي مشغل الموسيقى، تقدر تشغل اي موسيقى على التليفون عن طريق الساعه، وطبعا الصوت عن طريق الساعه. تعال نشوف ازاي. احنا شغلنا الموسيقى اللي على التليفون، الصوت طالع من الساعه نفسها، يعني ده كده صوت الساعه. بس انا كده بكتب طبعا، وعادي بيفضل شغال وهو خارج من البرنامج. ده كده صوت الساعة، ولو حبيت طبعا اوقف بلاقي فعلا وقف هنا، ولو حبيت اشغل طبعا بعلي الصوت او اوطي، واقدر اقلب الاغاني. ده كده مشغل موسيقى خاص بيها، وده صوتها على الطبيعة. وبما اننا بنتكلم عن الصوت، اقدر اتحكم في الصوت عن طريق الايقونه اللي لونها برتقاني دي كده، وهلاقي صوت الوسائط، اقدر ان انا اعلي الصوت المستوى بتاعها اعلى حاجه، والرنين كمان ازود صوت الرنين، ده كده صوته، والاشعارات كمان اللي بتجيلي اقدر اعلي صوت الاشعارات، ده كده صوتها. بعد الموسيقى طبعا بنلاقي التقاط الصور عن بعد، اول ما بشغلها وبضغط على اول واحده هلاقي البرنامج تلقائي جاب الكاميرا بالظبط كده، وبضغط هنا بيصور معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، ياخد صور كاميرا الموبايل. طبعا الساعه نفسها ما فيهاش كاميرا اهي، اقدر ان انا مثلا اصور كده، وبلاقي طبعا الصور في المعرض. وطبعا الساعه فيها خاصيه سيري او ليها خدمات جوجل، مجرد ان انا بتكلم كده واضغط هنا اهو كده، واقول له البحث اللي انا عايزه اوكازيون دوت كوم، اقدر اتحكم في مستوى الاستواء بتاع الشاشه، وطبعا بيوفر معايا في البطاريه. وبما اننا بنتكلم على توفير البطاريه، هي فيها وضع موفر الطاقه، ده الايقونه بتاعته، ودي من الحاجات كويسه جدا في السمارت ووتش، وبفرح جدا لما بلاقيها في ساعه. بتلاقي فيها سجل المكالمات بتاعك، يعني تقدر ان انت تجيب الارقام بتاعتك على طول وتتصل، تختار الارقام وتتصل على طول دايركت. هنا برضو نشوف الاشعارات بتيجي ازاي عليها، اشعارات الواتساب والفيسبوك وتويتر، بتيجي باللغه العربيه ولا ما بتجيش. طبعا اقدر اخش على الاشعارات كلها عن طريق ان انا ارفع الستاره من تحت لفوق كده، وطبعا دي كل الاشعارات اقدر ادخل عليها كده اهو، واقرا الرساله، تجربه الساعه اهي، تجربه ساعه اف كي 100 من موقع اوكازيون، وبتقرا العربي واضح وسليم، وبيقول لك اسم كمان الراسل،
لو انت مسجله على تليفونك. طبعا اشعارات الواتساب فيسبوك تويتر والاس ام اس العاديه وكل حاجه تقدر تشوفها من خلال الاشعارات عن طريق الستاره كده او عن طريق ان انت تدخل على القايمه كده من الجنب وهتلاقي العلامه ديت تضغط عليها كده اهو هتجيب لك كل الاشعارات. واللي بيميز الساعه دي الشاحن الوايرلس شاحن ماجنتيك محترم جدا وزي ما بننبه دايما تشحنها بشاحن 1 امبير او على لابتوب او كمبيوتر ولو باور بانك زي كده يكون بيشحن 1 امبير. طبعا ساعة ممتازة وانصحك بشرائها ولو هتشتريها او هتشتري اي سمارت ووتش بنصح دايما ان انت تحافظ عليها من السكرينة او الخرابيش يعني عشان خاطر ما تتجرحش منك بتشتري سكرينة. السكرينة دي موجودة على موقع اوكازين.com اقل سعر في مصر طبعا الباكينج بتاع شكله محترم جدا وطبعا بتحافظ على الساعة بتاعتك من انها تتخربش. افتح نلاقي الوايبس بتاعتها والسكرينه نفسها بتكون جايه في تغليف محترم جدا وخامه السكرينه. طبعا عايز اقول لك ان اي حد يركب السكرينه دي مش لازم فني لان بتلاقي لازقه في الظهر بتاعها بتشيلها وبتحطها على الساعه وهي مقاس 44 يعني مقاس الساعه بالظبط تنزل عليها بالشكل ده كده بتحفظ الساعه اهي بالشكل ده كده بتيجي الفريم بالظبط اهي على قدها بالظبط. ولو انت من مشتركين القناه ووصلت معايا لنهايه الفيديو ده وهتطلب الساعه الاف كي 100 هتاخد السكرينه دي هديه مع الساعه. العرض ده لنهايه الشهر المعروض في الفيديو. موقع اوكازين.com لقيت عنده استرابات مقاس 44 وطبعا تنفع تركب في الساعه دي شكلها جميل جدا. الاسترابات غير الاستراب السيليكون ده الاستراب اللي بيجي مع الساعه ولكن لقيت عندهم اشكال مثلا زي القماش ده شكله جميل جدا تحفه ومتوفر باللون الاسود واللون البينك ده للبنات وطبعا عندهم الاسترابات المخرمه التحفه بالوانها الجميله دي موجوده وكمان باقل سعر في مصر على موقع اوكازين.com تجربه قبل الاستلام. الاستراب طبعا غير شكل الساعه.